دلوقتي هنشرح الماتريكس. الماتريكس دي اعتقد ان انت خدتوها في الجبر اللي هي المصفوفات تقريبا. نبدا نخش في المساله. يقول لي ايه given a number n and 2d array السايز بتاعه n في n. طبعا انت خدت 2d array في السيشن. بيقول لي print the absolute difference between the summation of its two diagonals. تعالى نشرح الدياجونالز. الدياجونالز اللي هو ده وده، عايز السمشن بتاعهم، يعني اجمع ده وده واحطهم في الابسوليوت وودي له السبمشن. 1 ناقص 4 زائد 5 ناقص 6 هيديني نيجاتيف 4، وجيت اجمع الحاجات دي 1 زائد 6 زائد 8 زائد 3 18 احطهم في ابسوليوت ويديني الناتج بتاعها. حلو حلو. طب انا هعمل هجيب الدياجونال 1 ده ازاي واجيب الدياجونال 2 ازاي؟ دياجونال 1 لو جينا خدنا بالنا ان احنا عندنا في الاري بيبدا من زيرو اندكس. يعني نبدا كده نشرح، يعني ده زيرو اندكس، يعني ما عنديش حاجه اسمها ان هو الاري بيبدا من واحد. لا، لو الاري سايز مثلا 4 في المساله دي، فده واحد، ده زيرو، ده واحد، ده اتنين، ده تلاته. ده انا بتكلم على اندكس مش قيمه عشان محدش يتلخبط معايا. فهمتوا؟ يعني ده اندكس زيرو، ده اندكس واحد، ده اندكس اتنين، ده اندكس تلاته. ده اندكس زيرو للروز والكولم، ده اندكس زيرو، ده اندكس واحد، ده اندكس اتنين، ده اندكس تلاته. طيب لازم ناخد بالنا من حاجه هنا، ان ده اللي انا بشاور عليه ده اندكس في الاي في الرو والكولم 0 0، وده 1 1، وده 2 و2، وده 3 و3. فهعمل كونديشن بسيط ان اف الاي ايكوال ايكوال الجي، هعمل سم ليهم، سم للقيم اللي موجوده في الاندكسز. حلو. طب ده انا عايزك بقى تركز معايا عشان الدياجونال الثاني ممكن يكون ارخم من الاول، في حته لازم نستنتجها كده. حلو حلو. انا لو عايز اجيب اخر اندكس في الاري عموما مش في المساله دي بس، لو عايز اجيب اخر اندكس في الاري بعمل السايز بتاع الاري ماينس واحد. يعني ده الاندكس بتاعه، ده الاري بتاعه سايز 4، وانا عايز اجيب اخر اندكس اللي هو 3. 4 ماينس 1 ايكوال 3، دي عشان الاري بيبدا من زيرو اندكس. حلو حلو. فانا عايز اجيب الواحد والسته والثمانيه والثلاثه. فاحنا في حاجه كده لازم نستنتجها. انا لما اعمل 4 ماينس 1 هيديني الاندكس الاخير. طيب 4 ماينس 1 برضو مش، ما انا عايز اجيب ده وعايز اجيب ده وعايز اجيب ده وعايز اجيب ده. فاحنا في كده قانون لازم نستنتجه اللي هو ايه؟ ان ماينس 1 ماينس الجي لو ايكوال الاي، خلاص نعمل سبميشن لكل القيم اللي موجوده في الاندكسز دي. حلو حلو. فلو لو جيت عملت اول واحد ان ماينس 1 ماينس جي اللي هي بزيرو، الجي بزيرو، ان ماينس 1 4 ماينس 1 ناقص الزيرو هيديني 3، فاللي هو الثلاثه دي اللي هي ايه؟ اللي هو ده. حلو حلو. نيجي لتاني واحد، 4 ماينس 1 ماينس 1 ايكوال 2، الاتنين يعني اللي هو ده، احنا هنا اهو عشان محدش يتلخبط معايا اهو. طيب 4 ماينس 1 ماينس 2 اللي هي 4 ماينس 1 اللي هي بتلاتة، اللي هي 4 ماينس 3 يدينا 1 اللي هو هنا، اللي هو هنا اهو. طب 4 ماينس 4 اللي هي بصفر يدينا ده اللي هو التلاتة ده. نعمل بقى سبميشن لكل القيم دي، وكده كده ونحطهم في الفيرست بلس السكند في ابسوليوت، وكده جبنا فكره، يعني كده جبنا فكره المساله. طب كود حاجه زي دي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى ان شاء الله سهل، احنا بس نركز مع بعض كده. نعمل انتجر انتجر ونخزن، نعمل 2D array كده، نخزن قيم ال array. بعد كده نعمل الفيرست دياجونال اللي هي الفيرست اكس زيرو،
second equal zero. بعد كده نشتغل على نعمل نستد لوب عشان نشتغل عليها. نمسك أول diagonal. حلو حلو. أول diagonal اللي احنا قلنا هنزود هنعمل condition if ال i equal equal ال j، اعمل لي اجمع لي الفيرست اللي هي زيرو على قيم الاندكسس اللي موجودة في الاري، القيم اللي موجودة في الاندكسس دي اللي هي array i و array j. ماشي ثانية واحدة. اللي هي ايه؟ نيجي هنا ادي 0 0 1 1 2 2 3 3، نجمع كل ده قلنا هنعمل ايه؟ القانون بتاعنا اللي هو n minus 1 minus ال g، n minus 1 minus ال g equal equal ال i، اعمل لي السكن بس equal قيم اللي موجود في الاندكس i ال g. نخرج بقى من كل ده، نعمل int answer equal absolute. في حاجة اسمها built in function absolute بتجيب لك اللي هي بتعمل اللي في الموجودة في الماس، يعني بتعمل نفس نفس الشغلانة بتاعت الابسوليوت، بس احنا انت لسه ما خدتهاش، بس احنا بنفتح مخك لتوبكس جاية قدام، يعني عادي يعني. انت مش لازم تكون عارف كل الشيت، انت لو حليت مثلا 3 او 4 اسئله بمجهودك فده كويس جدا، مش لازم تبقى عارف كل حاجه في الشيت. ان هي الابسوليوت الفيرست ماينس السكند سي اوت الانسر. نجرب الكود بس 22، ناخده نعمل سبميت. accept بس كده.